بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القهوة غنية جدا بمضادات الأكسدة، مهمة لبشرتنا، وهي من الفوائد التي لا يمكن الاستغناء عنها، أي مضادات الأكسدة. وكانت وما زالت مضادات الأكسدة هي أكثر ما تهم خبراء العناية بالصحة والبشرة والجمال. لدينا ماسك اليوم بثلاث مراحل، أولا بحسب طلبات الكثيرات من مشتركات قناتي، حمام البخار، ثم المقشر، ثم الماسك، وبعدها يلي الترطيب. أولا نبدأ بطريقة عمل حمام البخار، والذي يتم عمله مرة واحدة في الشهر، وهو من أهم وسائل تجميل البشرة. هو يساعدك على نضارتها، تنظيفها، وبدلا من قيامك بعمله في صالونات التجميل ويكلفك المال، يمكنك عمله في البيت، سواء كان لديك آلة البخار أو بالطريقة التقليدية. هي سهلة وذات فائدة أكبر، لأنها تعمل على إزالة الشوائب من بشرتك، وحمام البخار كذلك يعمل على تفتيح المسامات، مما يساعد على التخلص من إفرازات الدهون واستفادة بشرتك من الماسك أكثر، وكذلك يساعد على نضارة بشرتك، وهو مفيد قبل وضع الماسك لأنه يفتح المسام ويساعد على الاستفادة أكثر من الماسك، يساعد على ترشيد الدورة الدموية. أولا بداية قلت بحمام البخار، نأخذ أي نوع عشبة متوفرة عندك في البيت. مثلا هنا استخدمت المليسا أي اللويزا، يمكنك استخدام قشور البرتقال أو حبوب الشمر أو أوراق النعناع أو البابونج أو الزعتر أو أي عشبة متوفرة عندك في البيت. يمكن كذلك استخدام إكليل الجبل. نأخذ كمية حوالي ملعقة طعام كبيرة، قلت هنا استخدمت المليسا أي لويزا، فوائدها رائعة جدا للبشرة. ثم نسكب حوالي 2 كأس من الماء المغلي جيدا، يكون الماء مغلي هنا. وقبل عمل حمام البخار يجب أولا أن نقوم بغسل البشرة بغسول مناسب. أنصح باستخدام غسول شامبو الأطفال الموجود بقناتي، هو رائع جدا ويناسب جميع أنواع البشرة. طبعا دائما قبل استخدام الغسول نقوم بإزالة المكياج جيدا من البشرة، يغسل الوجه بالغسول، وبعدها نعرض البشرة للبخار بهذه الطريقة. نغطي الشعر أولا، يجب أولا أن نغطي الشعر، وبعدها نأخذ أي فوطة ونحرص على وجود مسافة لا تقل عن 30 سنتيمتر بين الوجه ومصدر البخار، وبعدها حتى لا يتسرب البخار نضع الفوطة بهذا الشكل، نتابع جيدا ويظل مركز، نركز البخار بهذه الطريقة على الوجه، نعرض الوجه للبخار لمدة حوالي 3 دقائق بهذه الطريقة، وبعدها نقوم بمسح البشرة بواسطة قطن أو فقط بالفوطة بحركات دائرية لتنظيفه بهذه الطريقة، وبعدها نقوم كذلك بتعريض الوجه للبخار بهذه الطريقة كذلك لمدة 3 دقائق. نستمر على هذه الطريقة ل10 دقائق بهذه الطريقة،
وهكذا حتى إنهاء مدة 10 دقائق. هذه الطريقة تستخدم طبعا لجميع أنواع البشرة، فقط صاحبات البشرة الحساسة أنصح بوضع أوراق النعناع، ومن تعاني بشرتها من حب الشباب أنصحها بإضافة 3 قطرات إلى ماء البخار من زيت شجرة الشاي. هذه طريقتي أنا. هناك من يقوم أولا بالمقشر ثم البخار ثم الماسك، أنا هذه هي طريقتي في عمل حمام البخار للبشرة. وبعدها بعد عمل حمام البخار نقوم بعمل المقشر. المقشر هنا نضع أي نوع مقشر يناسب بشرتك أنت. مثلا هنا أخذت ملعقة سكر وملعقة زيت الأكل الذي سبق وحضرناه بالقناة بقشور البرتقال. يمكنك استخدام مثلا زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو حتى زيت اللوز الحلو أو أي نوع زيت يناسب بشرتك. يمكنك استخدام السكر الأسمر، كما يمكنك استخدام مقشر القهوة الموجود بالقناة وهو كذلك رائع جدا للبشرة. بعد حمام البخار نقوم بعمل المقشر. دائما لا ننسى الرقبة. بهذه الطريقة نقوم بعمل المقشر، نقشر بحركات دائرية خفيفة جدا. ونركز على أماكن تواجد القشور، مثلا حوالي الفم ونقشر البشرة بحركات دائرية. لمدة حوالي دقيقتين. بعد عمل المقشر نقوم بشطفه بماء دافئ للحمام البخار. قلت هذه هي طريقتي وكل وطريقته. بعدما يكون الماء دافئ ماء حمام البخار بالأعشاب نقوم بشطف البشرة به، وبعدها نقوم بعمل الماسك سويا. لعمل الماسك نحتاج إلى 2 ملاعق طعام كبيرة من الزبادي الطبيعي أو اليوغرت، الزبادي الطبيعي، يوغرت، الروبا، أو حتى يمكنك استخدام الحليب السائل أو الحليب البودرة إذا لم يتوفر الزبادي الطبيعي، ملعقة طعام كبيرة من القهوة. نخلط المكونات جيدا. صاحبات البشرة الدهنية أنصح بإضافة ملعقة شاي صغيرة من عصير الليمون، طبعا دهنية وغير حساسة. نخلط المكونات جيدا. هذا الماسك يمكن كذلك استخدامه لباقي الجسم، لأن استخدام هذا الماسك يكون مرة واحدة فقط في الأسبوع، المقشر مرة واحدة فقط في الأسبوع، حمام البخار لمرة واحدة فقط في الشهر. نقوم بتوزيع الماسك على البشرة دائما مع الاسترخاء. ونوزع الماسك من أسفل إلى أعلى. فوائد هذا الماسك رهيبة لبشرتك. يعمل على تقشير البشرة وشد الوجه، كذلك يرطب لك بشرتك ويغذيها، يؤخر لك من علامات الشيخوخة، يقلل ظهور البقع والتصبغات، النمش، وكذا الكلف، وكذلك حب الشباب،
وكذلك يقلل من علامات الإرهاق والتعب على بشرتك المجهدة المتعبة، كذلك هنا يزيل الهالات السوداء لأن به قهوة، والقهوة مفيدة جدا لإزالة الهالات السوداء، وكذلك يفتح ويبيض كل الأماكن الداكنة والمسمرة في بشرتك، حتى فوق الجفون، يوضع فوق الجفون لأن هذا الماسك يعمل على شد منطقة الجفون، كذلك على الجبين، رائع جدا لإزالة الخطوط، إزالة عفوا الخطوط والتجاعيد من على الجبين، وكذلك يحمي لك بشرتك ويعزز دفاعاتها الطبيعية، لأنه يحتوي على القهوة وهي تحتوي على مضادات للأكسدة التي تحمي لك بشرتك من أشعة الشمس. كذلك هذا الماسك يحفز تدفق الدم خاصة على الوجنتين. نترك هذا الماسك على البشرة لمدة ربع ساعة، وبعدها نقوم بشطف البشرة جيدا، وكذلك الشطف يكون بالماء المستخدم في حمام البخار. نشطف البشرة جيدا، وبعدها نقوم بشطف البشرة كآخر شطفة لغلق المسامات والتي كانت مفتوحة سابقا بماء الورد، يكون بارد أو ماء عادي، يكون بارد لمن بشرتها تتحسس من ماء الورد. نزيل كامل الماسك جيدا، وبعدها تأتي مرحلة الترطيب، ترطيب البشرة بالمرطب الخاص بك. أنصح دائما خاصة في النهار بترطيب البشرة بزيت جوز الهند، رائع جدا ويحمي لك بشرتك من أشعة الشمس. وليلا قبل النوم يمكننا ترطيب البشرة في حالة ما إذا استخدمنا هذا الماسك ليلا قبل النوم، أنصح بترطيبه بزيت الزيتون أو زيت الأكل الذي سبق ووضعته بالقناة، أو سيروم الترطيب كذلك بقشور البرتقال، رائع جدا. هناك أنواع مرطبات كثيرة في القناة يمكنك استخدامها. نرطب البشرة، أو يمكنك كذلك استخدام كريمك المرطب المعتاد ككريم نيفيا بهذه الطريقة من أسفل إلى أعلى. نرطب البشرة جيدا، خاصة نركز على الأماكن التي يتواجد بها القشور خاصة في فصل الشتاء، وكذلك هنا منطقة الهالات نقوم بالترطيب الخفيف على هذه المنطقة وحتى على الجفون ومنطقة الجبين. هنا على منطقة الهالات نقوم بعمل تربيت خفيف على البشرة، عفوا على منطقة الهالات، حتى الشفاه لا ننسى ترطيبها بزيت جوز الهند، يزيل القشور ويعطي لون وردي طبيعي للشفاه. وبهذا ننتهي من كل عملية الترطيب وكل هذه المراحل المصورة تلبية لطلبات الكثيرات من مشتركات قناتي. هذه الوصفة آمنة الاستخدام للحوامل والمرضعات والبنات من عمر 10 سنوات فما فوق، يمكنهم استخدامها وبكل أمان. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، إلى وصفة أخرى بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.